مستمرون معكم مشاهدينا لنقل آخر معلومات حول مراسم زيارة الأربعينية وخاصة الأمنية منها مع مراسلنا حسن صباح من البصرة. حسن، أهلا بك معنا، حدثنا عن آخر الأجواء وعن الخطة الأمنية المعدة لزيارة الأربعينية. أهلا بك زميلتي، حياك الله. طبعا المسافات بعيدة بين البصرة وكربلاء، لكن البصرة هي أكثر المحافظات اهتماما بمراسم هذه الزيارة، لأنها تجسد الروح والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي الواحد. الخطة الأمنية هنا لا تختلف عن الخطط الأمنية في بقية المحافظات، هناك إجراءات استباقية وعمليات نوعية. في الأمس تم اعتقال شخص متورط بعمليات إرهابية وحاول أن يدخل محافظة البصرة، لكن القوات الأمنية كانت في المرصاد وتمكنت من اعتقال هذا الشخص. الجهد هنا ينصب على أمرين، الأمر الأول هو استقبال المسافرين عبر منافذ البصرة الحدودية، وهي منفذ صفوان الحدودي الذي استقبل أكثر من 20,000 زائر، وهذا من جنسيات سعودية وكويتية وبحرينية وغيرها من الجنسيات، وأيضا منفذ الشلامشة الحدودي الذي استقبل أكثر من 500,000 زائر من جنسيات إيرانية وباكستانية وحتى تركية، وأيضا مطار البصرة الدولي الذي استقبل أكثر من 5,000 زائر غالبيتهم من جنسيات أمريكية وسويدية. الخطة الأمنية هنا في البصرة، هناك انتشار أمني واسع في كافة مناطق البصرة، لأن هناك في البصرة مسجد وخطوة الإمام علي في هذه المحافظة الذي يعتبر ثاني مسجد في الإسلام. فأهالي البصرة ينقسمون إلى قسمين، قسم يذهبون إلى كربلاء لإحياء هذه المراسيم، ومن يبقى هنا يقومون بإحياء المراسيم في هذا المسجد الذي يمثل يعتبر معلم تراثي وديني في ذات الوقت. طيب يعني حسن، نتحدث عن من سيخرج من البصرة باتجاه كربلاء، كما تعلم المسافة طويلة، هل هنالك ما قدم من وزارة النقل مثلا كسيارات لنقل الزوار إلى كربلاء، أو حتى من وزارة الصحة بتواجد وتوافر الإسعافات على طول المسافة؟ حقيقة للإنصاف، جميع هذه الدوائر المعنية يعني تقوم ببذل كافة ما لديها من إمكانيات وجهود لإنجاح هذه الزيارة. كما تعلمين الزائرون ينقسمون إلى قسمين، قسم يذهبون بالسيارات وقسم يذهبون سيرا على الأقدام، وهي عادة يعني يمارسها أهل البصرة لمواساة ركب السبايا الذين ذهبوا من كربلاء إلى الشام سيرا على الأقدام. الملفت في هذه الزيارة وفي محافظة البصرة أن إحياء مراسيم هذه الزيارة لا يقتصر على مذهب معين، بل جميع المذاهب الإسلامية تشارك في إحياء هذه الزيارة، المذهب الجعفري والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي والحنفي وغيرها، بل وحتى من غير المسلمين، المسيحيون هنا لديهم مواكب، الصادق المندائيون لديهم مواكب، والكل يشارك في إحياء هذه الزيارة. هذه الزيارة ربما تأخذ منحى وطني أكثر من ما هي منحى ديني، باعتبارها تجسد الروح الوطنية وترسم الصورة الحقيقية لأبناء الشعب العراقي ولأبناء البصرة خصوصا، فالبصرة تعتبر عراق مصغر تجتمع فيه كافة المكونات والأديان. نعم، حسن صباح مراسل شرقية نيوز كنت معنا من البصرة، شكرا جزيلا لك.